أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1780 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 6 من نوفمبر من عام 2019 وتنتهي في 5 من فبراير من عام 2020. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.65% مقارنة بسعر الفائدة 2.79% للإصدار السابق بتاريخ 30 من أكتوبر من عام 2019. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.10 مليار دينار بحريني. كشف التقرير الربع السنوي لرصد أداء قنوات الحكومة الإلكترونية عن نمو في قيمة المدفوعات المالية الإلكترونية عبر مختلف القنوات بنسبة 29% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي. إليكم أبرز ما ورد في التقرير. أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF عن إطلاقه لبرنامج الماجستير في التكنولوجيا المالية الفنتك، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة ستراثكلايد الجامعة التكنولوجية الأولى في المملكة المتحدة. ويأتي إطلاق برنامج الماجستير في التكنولوجيا المالية ليعكس حرص المعهد على دعم الجيل القادم في مجال التكنولوجيا المالية عبر توفير البرامج الأكاديمية والتطبيقية المتطورة والضرورية لاستدامة القطاع. وأكد الدكتور أحمد الشيخ مدير معهد BIBF على أن المملكة تشهد تطورا ملحوظا ومطردا في مجال التكنولوجيا المالية، معزيا ذلك للدور الهام الذي تؤديه في تحويل مشهد الخدمات المالية وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة. وشدد الشيخ على أهمية برنامج الماجستير في الفنتك، حيث أن الطلب على مثل هذه المهارات في ازدياد، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن التكنولوجيا المالية باتت تفتح آفاقا جديدة وواسعة للعاملين في القطاع المصرفي والمالي. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 0.01% مقفلا عند مستوى 1520 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الخدمات وقطاع الفنادق والسياحة. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5,990,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 997,000 دينار تم تنفيذها من خلال 73 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع نسبته 0.83% بدعم من تقدم غالبية قطاعات البورصة. أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، فقد أغلقت على تراجع نسبته 0.33% بتأثير من تراجع أغلب مؤشرات البورصة وعلى رأسهم قطاع التكنولوجيا. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تراجع نسبته 0.0
0.06%، وذلك بسبب هبوط قطاع التأمين. أما سوق دبي المالي فقد ارتفع بنسبة 0.01%، وذلك بفضل ارتفاع قطاع الصناعة بشكل رئيسي. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على ارتفاع نسبة 0.33% بدعم من تقدم جميع أسهم البورصة العمانية. أعلن وزير قطاع الأعمال في مصر هشام توفيق أن وزارته تقترب من الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بتصنيع سيارة كهربائية محليا. وقال توفيق أنه أجرى عدة مشاورات لبحث التعاون لإنتاج وتصنيع السيارة الكهربائية في مصر، وأضاف أنه بحث الأمر مع إحدى الشركات الصينية لإنتاج السيارة داخل مصانع مصرية. وأوضح الوزير أنهم يستهدفون إعادة أحياء صناعة السيارات في مصر من خلال شركة نصر لصناعة السيارات التي تعد أول الشركات المنتجة للسيارات بالبلاد. قال مدير الفريق السيادي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توبي آيلز أن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد للليرة، لكنه قد يدر أيضا فوائد في الأجل الطويل. ويخضع ربط العملة المستمر منذ 22 عاما لتدقيق متزايد بينما تصارع البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية في عقود وسط انتشار واسع للاحتجاجات في البلاد. وتعهد البنك المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك كالعمل، وبينما لم يتم فرض قيود بشكل رسمي قالت بنوك للعملاء إنه ليس بمقدورهم تحويل أموال إلى الخارج إلا لأسباب محددة مثل التعليم أو الصحة أو دعم الأسر.